سلام البنات، صباح الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا بيان، تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله صحتكم تكون بخير. اليوم جبت لكم وصفه هايله على بالي بلي تعجبكم. فرماج منزلي، 3 حبات فرماج، تخدموا زوج بايض. تابعوا معايا لا فيديو الاخير، وما تنساونيش بجام وكومونتير وابوني ولاشان وفعلوا الجرس باش يلحقكم كامل جديد. ويلا بينا نبداو. حاجه الاولى، لازم تكون عندنا لحظه نديرو قيس 6 مغارف كبار. اي فوالا. وهنا عندنا 2 بواط ياغورت ناتور، فوالا نفرغوهم كامل. ونزيدو 3 حبات فرماج، اي فرماج اللي يكون عندكم، اللي يكون متوفر عندكم في المنزل. نزيدو مغرف صغيرة تاع الملح، ونبداو نخلطو في المكونات. نخلطو بيان حتى نتحصلو على خليط يكون جاري. فوالا. هذا فرماج اتاختيني، تقدروا تقدموه مع صباح ربي مع الحليب اذا ما كانش عندكم قاطو ولا. وهنايا نروحو نديروه في الروبو، ديروه دو بريفيرونس تستعملوه في الروبو ماشي ميكسور. ونروحو دوكا نميكسيوه باش يتخلطو مليح، يتميكسو بيان المكونات هادوك. وهنا راح نستعملو هذوك لي دو بواط تاع ياغورت ناتور، نعمروهم بالزيت، نفرغو بالنص ونميكسيو بالنص ونميكسيو. الزيت استعملوه تدريجيا ماشي على خطره، باسكو كل ما تستعملو الزيت كل ما يزيد يعقد لكم كتر وكتر. نزيدو هنايا نستعملو هذاك النص، ونزيدو نميكسيو. وبالعقل بالعقل يبدا يتقال لكم وتحسوه بدا يجمد، كيما هنا بدا يعقد لي. نزيدلو شويه زيت، فوالا، ونميكسي. انا هنا نزيد هاد النص، وين شتوه سي بون خلاص جمد لكم تماك حبسوا، ما تزيدوش الزيت. وبيان سور على حسب الكميه اللي درتوها، اذا درتو اكثر من هكا بيان سور تحقوا الزيت اكثر من هكا، واذا درتو قل تحقوا الزيت قل. هنا انا مازال وجاري زدت الزيت. فوالا نزيد. سا
ساهل، تم تحضروه. فوالا، انا هنايا عقد لي ونزيدوا له مع الاخر 10 قارص، واذا ما عندكمش القارص تقدروا تعوضوه بالخل، ديروا مغرف كبيره خل، نزيدوا الميكسيوه. وفوالا هنايا خلاص راهو جمدلي، تماسك شد روحو، ونزيدو نديروه في دي بواط ابري نخلوه في فريجيدار باش يزيد يشد روحو. وان شاء الله تجربوها هاد الوصفه وكتبوا لي في لي كومونتير.